تهتم مملكة البحرين بقطاع السياحة والمعارض لما لهذا القطاع من دور حيوي في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوع مصادر الدخل. نعم، حيث تقوم حكومة مملكة البحرين بتبني العديد من المبادرات وتقديم التسهيلات من أجل تعزيز بنية القطاع السياحي وجعل مملكة البحرين وجهة سياحية عالمية. اهتمام بقطاع السياحة في مملكة البحرين وفق اعتبارات عديدة دأبت فيها مملكة البحرين على تعزيز هذا القطاع المهم ليكون مواكبا لتوجهات مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل وتماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وانطلاقا من هذه التوجهات، قامت حكومة مملكة البحرين بتبني العديد من المبادرات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تعزيز نمو هذا المكون الاقتصادي المهم، وبناء على ذلك تم التوسع في العديد من المشاريع وافتتاح العديد منها سواء كانت من القطاع الخاص أو من قبل حكومة مملكة البحرين، ويعد أبرزها مسرح الدانة الذي افتتح مؤخرا في مملكة البحرين، والذي أتى افتتاحه تلبية للطلب المتزايد على الفعاليات باعتباره المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين، كما أن مشروع مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير والذي أصبح في مراحل متقدمة من الإنجاز سيكون إضافة كبيرة لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. مقومات السياحة في مملكة البحرين لم تكن فقط في قطاع معين دون آخر، بل كانت شاملة، ويمثل افتتاح بعض السواحل وتطوير الآخر منها علاوة على وجود العديد من المشاريع على الواجهات البحرية مثل خليج البحرين ومشروع سعادة في المحرق والمشاريع الخاصة في مختلف المحافظات، يمثل داعما للحركة الاقتصادية الإيجابية في مملكة البحرين. ومؤخرا كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أبرز معالم الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، والتي تهدف لإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي وزيادة عدد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح وتنويع المنتج السياحي من خلال ركائز جديدة تشمل عددا من العناصر كالعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة التراثية والإعلام والأفلام السينمائية.